السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديده اللي غادي تكون عباره عن تنظيم وترتيب، كنتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار. وهنايا ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي البسيطه اللي رتبت بها هذا الحمام ديالي، واحد الحمام اللي صغير كنتو شفتوه من قبل، ولكن كنحاول ما امكن انني اوبتيميزي لي زيسباس ونظم شويه باش يبقى يبان ليا كبير ويبان ليا كل حاجه في بلاصتها. المهم البنات، البلاكار ها هو حليتو على عينيكم، عامر بزاف ومكتظ كيف ما كتشوفوا، ما كيعطيكمش كاع انكم تهزوا شي حاجه، لان غير غنهز شي حاجه من التحت غادي نطيح حوايج اخرين. يعني ملي كتكون الحاجه ما منظماش ولا ما مرتباش كتكون الروينه يا البنات. واكيد انتم عندكم هكا شي بلايص في الدار اللي تيكونوا عامرين بالمنتوجات اللي ما كنستعملوش نهائيا. يعني اكيد احنا دي كونسوماتور كنشريو، ولكن بعض المرات راه كاين شي حوايج اللي ما كنستعملوش. انا شخصيا تقريبا الربع ديال هذا الشيء هو اللي كنستعمل. المهم ان شاء الله اليوم قررت اني ندير واحد لو تري ونظم كل شيء من جديد. اول حاجه غنديرها البنات، نخيت واحد البانيو، خديت جوج وغنبدا نسف فيهم كاع داكشي اللي عندي في البلاكار. غادي نحيد غير شويه بشويه وغنبدا، يعني الحاجه اللي صالحه غادي نخليها، والحاجه اللي ما عندي ما ندير بها غنديرها في الجهه الاخرى. وهذه يعني من الاشياء المهمه البنات، كنصحكم ما تجبدوش كل شيء مره واحده وتكثروا عليكم الشغل. يعني بعض المرات كنجبدوا البلاكار كامل ونحطوه كنعياو اولا كنعكزو وسط الشغل ونخليو داكشي بحال هكاك مرون ونمشيو. فمن الاحسن البنات نبداو غير بشويه بشويه ونديرو واحد لو تري اللي يكون هكا منظم. نحط واحد البانيو حدايا ولا نحط حدايا واحد الشبيكه، والحاجه اللي صالحه نخليها واللي ما عندي ما ندير بها غنحيدها. بحال هنا البنات لقيت شي حوايج اللي فريمون ما بقيتش كنستعمل، شي روايح اللي تقريبا خاويين، كريمات مثلا اللي داز عليهم الوقت. المهم هادشي كامل اليوم غادي نحيدو ان شاء الله وغنتهنى منه. ها نتوما معايا ونرجع لكم من بعد. هانتوما البنات، هادو هما الاشياء الاولى اللي تخلصت من هنا، تخلصت من حوايج اخرين غنوريهم لكم من بعد. المهم هاد الكريمات هادو تقريبا كاملين ما بقاوش صالحين، شي وحدين باقين فيهم التاريخ ولكن تحلوا هادي مده طويله. بحال هاد لي كريم ديال الصيف البنات ديال الدراري اولا ديال البحر، فهادو واخا باقي فيهم لادات ولكن تفتحوا ومده طويله البنات، وهما هنا يعني ما غنستعملوهم حتى الصيف الماجي. من الاحسن نتخلص منهم ومن تما ان شاء الله يحن الله نعاود ناخذهم من بعد في الصيف القادم. صافي هادشي راني حيدته البنات، حيدت حوايج اخرين غادي نديرهم في على جنب. وصافي من بعد غنتجه مباشره داك الجهه الاخرى اللي عندي هكذا فارغه ونحيد الفوط. يعني هاد الجهه البنات هي نورمالمون انا خصصتها للفوط، ولكن مره كنوضع فيها مثلا هاد الشيء الخاص بالشعر، اولا كندير فيها شي حوايج الا كانوا غير هكا ما لقيتش فين نديرهم في الحمام كنخشيهم تما. بحال دابا هاد لي بونج هادو باقيين جداد خليتهم تما. مهم غنحاول كذلك ننظم هاد البلاصه هادي ونمسحها بطبيعه الحال وندير داكشي كامل مجموع. وانتم معايا ونعاود نرجع لكم من بعد. ودائما البنات فين ما كنبغي ننظم الدولاب اولا كنبغي ننظف هذاك الدولاب يعني تحت من الرخامه، ضروري ندوز واحد الدويزه على اللافابو. يعني ضروري واخا يكون شويه نقي كنعاود ندوز ليها هكا واحد المسيحه، واخا تكون غير خفيفه باش كنحس فريمون بان الدنيا تنقات. يعني ما كيجينيش نغسل غير التحت ونخلي الرخامه بحال هكذا. المهم هنا غادي ندوز عليها واحد الدويزه خفيفه غير الاشاره البنات. مؤخرا ما بقيتش كنستعمل بزاف ديال المساحيق ديال التنظيف، وليت كندير فقط هذاك المنتوج ديال اليدين، الصابون الخاص باليدين. كنت شاركته معكم شحال هادي والصراحه ولا كيخلي الدنيا نقيه. يعني جربته في الزجاجه ديال المرآه، جربته في الروبيني، جربته في الحوض وفي الرخامه، فريمون تيخليهم نقيين. هو اصلا فيه واحد المعقم خاص يعني كيحيد البكتيريات وداكشي كامل، ففريمون وليت كنستعملو ولا كيخرج ليا الحوض نقي والرخامه كذلك. صافي هنا غادي ندوز على هادشي كامل بالزربه وعاد نهبط باش نكمل البلاكارات. لان البنات غادي نغسل المرآة دائما بنفس المنتوج اللي قلت لكم ديال اليدين، الصراحه رائع جدا. بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر، هذا هو سميتو بيو باكتيري، راه كنت وريت لكم شحال هادي وراه كيتباع في كارفور. وبما انه البنات خاص باليدين ما تخافوش على يديكم كذلك، يعني ماشي بحال ملي كديروا جافيل او لاتيد او هذوك المنظفات اللي فيها هذوك المواد الكيماويه،
يعني كتخافوا على يديكم الا كانت عندكم حساسيه او اللي كيحرشوا اليدين، فهذا خاص باليدين، يعني عنده يعني مفعولين او ميم طون كينقي الدنيا وكيخلي داكشي كيشعل لانه معقم، وفي نفس الوقت اليدين ديالكم ما تخافوش عليهم ما كيوقع عليهم حتى شي حاجه. وصراحه هذه من الحيل اللي وليت كنستعمل انا، يعني ولات عندي واحد الحيله ديالي في الحمام، ما بقيتش نهائيا كنستعمل هذوك المواد يعني الخاصه بالتنظيف، فقط هذا راه كنغسل به كما قلت لكم الروبيني والمرآه والرخامه وكل شيء. داكشي صافي، هنا غنعاود نمسح واحد المسيحه هكا جينيرال على داكشي كامل غير بواحد الفوطه نقيه البنات وصافي. حتى المرايه ما كندير لا جورنال لا حتى شي حاجه، يعني غير الفوطه كنعاود ندوز عليها وكتخرج نقيه. البنات غننتقل مباشره للبلاكار باش نعاود حتى هو ننظفو، ما غاديش نستعمل فيه الماء والصابون لانه ديال الخشب، غادي نستعمل فقط هاد لي لانجيت سولتوني عليهم في الفيديو السابقه ديال تنظيم دولاب المطبخ. هادو البنات كنت قلت لكم شحال هادي راني كناخذهم من اوروبا سواء في اسبانيا اولا من فرنسا ملي كنكون هكا في سفر، وكنجيب واحد الكميه اللي كثيره يعني كتنفعني لان ما كنلقاهمش هنا، وبالضبط راهم كاينين في ليدل. البنات اللي في اوروبا راه اكيد كتعرفوا ليدل راه فيه هاد لي لانجيت اسويتو، الثمن ديالهم يمكن 2 ديال الاورو وفيهم 80 حبه، يعني كاين ديال الحامض وكاين هذا اللي ناتور، وصراحه البنات رائعين جدا تيعقموا، كنمسح بهم كل شيء سواء الخشب الحديد الرخامه الالعاب ديال الدراري كل شيء كنمسح بهم البنات، عمليين جدا يعني فريمون كنصحكم بهم. وجو بونس يمكن لكم تلقاو البديل ديالهم هنا في مرجان اولا في كارفور، صراحه مازال عمرني ما قلبت عليهم، ولكن ان شاء الله المره الجايه غنمشيو نشوف واش نقدر نلقى شي حاجه ايكيفالونت في مرجان اولا كارفور ونشاركها معكم. بالنسبه للبنات المنظمات اللي غنستعمل، غنستعمل هادو اللي كنت خيت شحال هادي من بيم، ما بقيتش صراحه عاقل على الثمن ديالهم، ولكن كنجيبوهم في داك العروض ديال يوم الجمعه هادي مده طويله، وكانوا عندي في الدولاب ديال التخزين اللي عندي في المطبخ، وصراحه كنت دايره فيهم غير داكشي ديال الدقيق والسميده الى اخره. مؤخرا عاودت نظمت هذاك المكان وقلت علاش هادو ما نستغلهمش في حاجه اخرى، فخديتهم وغسلتهم مزيان هكا ونشفتهم، وقلت غنستعملهم في الحمام لما لا، لان فريمون كبار وعمليين ويقدروا يهزوا لي حوايج كتير. وكيف ما قلت لكم البنات اخر مره في الفيديو ديال تنظيم دولاب المطبخ، اكيد عندكم في الدار بزاف ديال المنظمات اولا الشبيكات اولا لي بانيي اللي ما كتستعملوهمش ديما وغير حاطين فيهم شي حوايج اللي ما كنستعملوهمش، يعني كيبقاو غير في شي بلاصه هكايا، يعني كيبقاو اكسبوزي للغبره، فمره مره نديرو لو تخيا البنات ونبداو نخرجوا هكا الحوايج ونشوفوا الحاجه اللي نقدروا نوظفوها في بلايص اخرين، ندير لها لو ريسيكلاج ونعاودوا نديروها في بلاصه اخرى بحال درت انا اخر مره وبحال اللي غندير اليوم. يعني اليوم غنعاود ننظم الحمام ديالي من دون تكلفه، يعني غنشري حتى شي حاجه من برا، شي حوايج اللي كانوا عندي غنعاود نوظفهم في بلايص اخرين فقط البنات. وبهذا الشكل هذا كتكوني نظمتي الحمام ديالك ودرتي لو تري ديال الاشياء اللي ما عندك ما ديري بها، واهم حاجه البنات في هذا الشيء كامل هو انك تعطي واحد النفس جديد لذاك المكان اللي كتنظمي من جديد، كيبان لك هكا نقي ومنظم وكيبان لك بحال اللي باقي يعني يلاه جديد، فهذه من الاشياء اللي فريمون كتعطينا الحماس وكتعطينا لا موتيفاسيون في الدار. صافي البنات، هنا كما لاحظتوا هذه المنظمه غنوضع فيها هذا الورق الخاص بالحمام، بما انها يعني كبيره فتاخذي واحد الكميه لا باس بها، حسن يبقى هكا اكسبوزي وكيبان في لومبالاج ديالو، يعني هكا كيجي زوين ومنظم ونقي، وفي نفس الوقت هي كتسد فما غيكونش معرض للغبار.
اما بالنسبه للمنظمه الثانيه فغنستعمل فيها كاع داكشي اللي كيتعلق بالشعر، يعني داك السيشوار لا بلاك داكشي كامل. البنات اللي كيبقى غير كيدور من بلاصه لبلاصه كل مره فين ما كنلوحو فين ما كنتبلي شي بلاصه خاويه كنقشيه فيها، ولكن صراحه راه يعني كيبقى معرض يعني الماء اولا لانهم ديال الضوء، من الاحسن يبقاو في شي بلاصه هكا اللي تكون مسدود عليهم ويبقاو يعني بعادين على الماء وبعادين على اي حاجه. وهذه المنظمه كما لاحظتوا راه كبيره غتاخذ يعني اشياء كثيره. وبالنسبه للبنات لهاد الشبيكات هادو راه دائما كنوريهم لكم، راه كنستعملهم في عده استعمالات. هادو غادي نرجع فيهم كاع داكشي اللي خليته البنات من بعد ما غنمسحهم مزيان. وهادو الصراحه زوينين وقاصحين وعمليين جدا، يمكن لكم ديروهم في الثلاجه اولا في الحمام اولا في اي بلاصه تنظموا فيها، راهم زوينين. هادو البنات خليتهم من مرجان، الثمن ديالهم كان على ما اظن 16 درهم الوحده. الا بقيت عاقله الصراحه ما بقيتش عاقله هذه مده كذلك باش خديتهم، ولكن كان يعني ما كاملينش 20 درهم. المهم هنا غنبدا نمسح هادشي كامل اللي خليت ونعاود نستفو في هاد الشبيكات، ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديال البلاكار. اما البنات بالنسبه للفوط فقررت اني نديرهم في هذه المنظمات. كيف ما لاحظتوا في الاول كانوا محطوطين في البلاكار، فمن الاحسن نديرهم في واحد المنظمه يبقاو هكا مجموعين ويبقاو يعني ما معرضين لا الغبره لا حتى شي حاجه. هاد المنظمات هادو راه كنت خديتهم شحال هادي من ايكيا، الثمن ديالهم هو 55 درهم الوحده، وهما يعني شفافين وكيبينوا لكاع داكشي اللي كاين في الداخل. كنستعملهم في الغرف ديال الاطفال، الغرفه عفوا ديال الاطفال كندير لهم فيها هكا الالعاب ديالهم. وهادو واحد جوج البنات اللي خديتهم مؤخرا وقلت هادو غادي نستعملهم في الحمام ونوضع فيهم الفواط بهذا الشكل. بغيت نوريكم البنات هاد لي زيتيكيت هادو اللي خديتهم مؤخرا من ايكيا، صراحه زوينين بزاف ورائعين. هادو يمكن لكم تستعملوهم في اي حاجه، يعني ديروهم في لي باك، ديروهم في القريعات اللي عندكم في المطبخ وتكتبوا عليهم، يعني سواء بالطباشير هادوك اللي في اللون الاسود تكتبوا عليهم بالطباشير، وهادوك اللي في الابيض بداك اللون الفاتح يمكن لكم تكتبوا بهم بالفوتخ اولا بالستيلو. صراحه زوينين البنات وعمليين، وكل علبه فيها 90 ايتيكيت اولا 90 ملصقه، والثمن ديالها كان هو 29 درهم لهاد الباكيه. صراحه زوينين هادو البنات، غادي نحيدهم وغادي نعلقهم فوق هادوك لي باك اللي وضعت فيهم الفوط. وحده غنديرها خاصه بالفوط ديال الوجه، وحده غنكتب عليها الفوط ديال اليدين. صافي البنات هنا انتهيت، رجعت كل حاجه للمكان ديالها ونظمت كل حاجه. هنا كنوريكم هكا بسرعه الشكل ديال المرايه والحوض والرخامه من بعد ما نظفتهم بهذاك المسحوق ديال اليدين بيو باكتيري اللي صراحه زوين بزاف البنات، كننصحكم به، راه يمكن لكم تلقاوه في كارفور كيف ما قلت لكم. تيخرج ديال الرخامه كتشعل، الروبيني، الحوض، كل شيء البنات كيجي هكا نقي ولامع. وكما قلت لكم هما راه هو اصلا واحد المعقم، يعني كيعقم مزيان وكيحيد كاع البكتيريا والميكروبات. وهنا البنات كنذكركم بالشكل الاول اللي كان ديال البلاكار، كان مرون كيف ما كتلاحظوا، عامر حتى شي حاجه يعني البنات ما كاينه في بلاصتها، ميمشي فوق شي وحالته حاله.
وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما نظمتو معاكم ورتبتو ورجعت كل حاجه للمكان ديالها، لان كيبان ليا منظم ومرتب ونقي وتيبان ليا في نفس الوقت كبيره البنات. يعني ملي كديروا واحد الشبيكات اولا واحد العلب كتنظموا فيها الاشياء ديالكم كتوفروا واحد المساحه كبيره وتيبان لكم البلاكار كبير مهما كان صغير البنات. هذه من الاشياء المهمه جدا في استعمال يعني هذه المنظمات. غير الاشاره البنات بالنسبه لهذاك المكان اللي وضعت فيه الفوط، كنت غادي ندير بثلاثه بهم، كنت غادي عندي ديك الشبيكات بثلاثه اولا داك لي باك اللي ترونسبارون بثلاثه، ولكن في التحت ما دخلش، يعني العبار اللي عندي لتحت قل من هذاك اللي في الوسط، فما دخلش هذاك لو باك في الداخل، وقررت انني ما نوضعش فيه يعني حتى شي حاجه، ندير فيه غير داك الوريضات كيف ما كتلاحظوا في الاسفل، وواحد لو باني تما صغير. ما فريمون انا كنت باغا ندير يعني ثلاثه ديال لي باك هكا ويجوا كاملين فيهم داك لي تيكيت في الاسود ويجي كل حاجه نكتب فيها سميتها، ولكن ماشي مشكل. المهم هنا في الاول درت هاد الفويطات الخاصين باليدين وضعتهم هنايا البنات، ومن بعد غنكتب عليهم بالطباشير، وحده غندير فيها فوط اليدين والاخرى نكتب فيها الفوط الخاصه بالوجه. وكيف ما كتلاحظوا يعني كاين واحد الاسباس كبير في الداخل، مازال نقدر ندير اشياء اخرى ونزيد فوط اخرى. المهم هنا كنوضع فقط هذوك الفوط اللي كنستعملو يوميا، ومنين كيتوسخوا كاملين راني كنبدلهم بواحد اخرين اللي كنوضع في الدولاب اللي عندي في الغرفه ديالي. وهنايا وضعت كيف ما كتلاحظوا هادو اللي خاصين بالوجه، وهكذا كيبقاو يعني في هذا المكان، ما كيتعرضوش للغبره، ما كيتعرضوا لتا شي حاجه، وسهلين وعمليين انني نجبدهم بكل سهوله ونرجع هذاك البانيل للمكان ديالو. كيف ما قلت لكم في الاسفل وضعت غير هذاك لو بول اللي فيه داك الوريضات هكا باش ندير واحد اللمسه فيها واحد الديكور هكا زوين. وهاد الشبيكه صغيره وضعت فيها هاد الشميعات اللي خاصين بالحمام، منين ان شاء الله غادي تقاضى ليا هذيك اللي واضعه بالموف في فوق الرخامه غنعاود نوضع شي وحده من هادو. وهادو البنات راني كناخذهم، هادوك الصغار خديتهم من اشيم، وهادوك الكبار راني كنت خديتهم من كارفور، فيهم واحد الريحه زوينه بزاف البنات، ملي كتشعلوهم كيعطيكم واحد الريحه زوينه في الحمام ديالكم. وصافي هنا وضعت الشبيكات، عاود نظمت فيهم كاع داكشي في هاد المكان العلوي، فيه كاع الاشياء اللي مازال جديده ومازال مسدوده اللي ما كنستعملوش، يعني وضعتهم هنايا حتى يعني نسالي داكشي اللي عندي وسط الحمام عاد نقدر ناخذ هادو. وضعت تما هذوك لي دونتيفريس، عندي شويه ديال الصابون اللي كاين في الداخل كذلك. وهنا في الاسفل وضعت داك الكريمات الخاصه بيا والخاصه كذلك بالزوج ديالي، داكشي اللي كيستعمل هو الوجه والحسانه الى اخره. وفي الاسفل راني وضعت هذوك لي باك الكبارين. هنا غير الاشاره البنات، بغيت نوريكم هاد المنظمات الكبار، جاوني بحال واحد لي طاجيغ البنات كيف ما لاحظتوا، عطاني واحد المساحه اخرى من فوق اللي قدرت نوضع فيها كذلك هذوك الشبيكات. يعني هذه صراحه زوينه، ما كنتش يعني ما ظنيتش انها غادي تجي بحال هكا ملي كنت يلاه كنمسحهم قبيله، ولكن الصراحه عطاتني واحد لي طاجيغ هكا سوبليمونتيغ. وهنا وضعت داكشي كذلك الخاص بالحمام دائما. صافي تما كاين هذاك الورق ديال الحمام، وهنا كاين داكشي الخاص بالشعر كيف ما شفتوا راني نظمته بهاد الطريقه. وسبحان الله هذوك لي باك التحتانيين جاو نيشان، يعني بحال عابره عليهم، يعني بحال معبورين، جاو قياسهم يعني هو القياس ديال البلاكار مباشره، يعني ما بقى حتى شي فراغ هكا من الجوانب. وهنايا كيف ما كتلاحظوا يعني نقدر يعني نفتحهم ونستعمل داكشي اللي كاين في الداخل بلا ما نحيد الشبكه من فوق، يعني الشبكه تبقى بلاصتها ما غاديش تزعزع، ونقدر نستعملهم انا ونحلهم ونسدهم كيف ما بغيت. وكتكون البنات هذه الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، خليتو منها افكار ولو بسيطه. الا كنتو اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد، اللايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد، نقول لكم الى اللقاء.